بيكوا بأبطال ومع أبطال أدرينالين. ليه بقول أبطال؟ عشان كل حد بيحاول إن هو يغير من نفسه بطل، كل حد بيحاول إن هو يتعايش مع الظروف اللي حواليه والأشخاص اللي حواليه بطل، كل حد بيحاول إن هو يجاهد نفسه عشان يستمر في السعي ويستمر في النجاح بطل. إحنا بنقابل أشخاص سلبيين كتير في حياتنا، ودايما بنسمع مفاهيم كتير قوي إن الشخص ده معايا في الشغل، معايا في البيت سلبي. طب انا عايزه اجاهد نفسي، عايزه ابتدي ان انا اكون احسن، افضل، انجح. الرسول عليه الصلاه والسلام لما انتهوا من الحرب نهائيا قال لهم لقد انتهينا من الجهاد الاصغر وبدانا في الجهاد الاعظم. فسالوه ايه الجهاد الاعظم من الحرب؟ الجهاد الاعظم من الحرب هو جهاد النفس، اجاهد نفسي ابقى احسن. دايما ابص لنفسي مني انا، مش من وجهه نظر ان انا ضحيه، لا، من وجهه نظر ان انا ناجيه. ناجيه من ايه؟ ناجيه من الحدث اللي حصل، ناجيه من الموقف الوحش ده، ناجيه من الشخص اللي اذاني ده. لو اتفقنا مع بعض ان انا هبتدي ان انا احدد المفهوم اللي انا هعيش بيه، ده هيغير كتير جدا في شخصيتك، وهتنجحي أكتر، وهتعيشي بمفهوم مرتاحة جدا، أريح. في كذا كونسبت كده بتتقال دايما في الفترة دي، الناس اللي حواليا مش كويسين، الناس اللي حواليا نرجسيين.